السلام عليكم يا شباب، كيف صحتكم؟ معكم دوغن. هذا اللي كنت وعدكم فيه، بدنا نعمل جيف اواي اليوم. عندنا هذا الجهاز من بلانترونكس. طبعا هيدي سماعه تنشبك على البي سي، ما بعرف اذا بتنشبك على الجوال كمان. هاي الرابح هو حيقدر يجربها ويشوفها. انا بصراحه ما حبيت افتحها واقعد اجربها عشان اعطيه اياها جديده للرابح معنا. على كل حفرجيكم على السريع بس شو بيجي بالعلبه، وبعدين حاقول لكم كيف طريقه المشاركه بالمسابقه. طبعا هون بيجي معنا الكتالوجات و100 شغله وكذا. بصراحه قطعه مرتبه. انتم اذا بدكم تشوفوا عنا وتاخذوا فكره تقدروا تفوتوا وتحطوا بلانترونكس وتحطوا موديلها يلي هو اظن بيتي 300 ام، وتشوفوا تاخذوا فكره عنا. طبعا هاي الكتيبات شو بيجي، كيف تشغلوها، كيف تعبوها، بتشرجوها وما كذلك. طبعا هون بيجيك عنا كتير قطع، عنا السماعات، اشياء زياده واشياء مدري كيف بلاستيك وما بعرف شو. انا برجع بقول لكم ما حبيت كتير افتحها، خليها تكون جديده. هيدا تشارجر، عندكم نوعين من الادابتر، فيكم تركبوا له هيدي بهاي الطريقه اللي هو ثلاثة الأوروبي أو الأمريكاني اللي هو مثل هاي، ما هقعد شيلها هلا ما عم تطلع معي. وطبعا عنا الدوك يلي بتشرجوا فيها القطعة تركب. سوري، مثل ما كنتم شايفين هاي بتفوت بتشارج وبتنحط. أوف ما شاء الله شو تقيلة هاي، بعدين من تحت كاوتشوك مشان ما تهز، وهون بتنشك فيها المكنة عشان تشرج. واكيد عندكم طريقه تانية للتشريج يلي هي مثل ما كنتم شايفين، فيكم تاخذوها محل ما بدكم وين ما بدكم، بس بتشكوا لها المايكرو يو اس بي كارد، سوري مايكرو يو اس بي الكيبل، مشان تشبكوها وتبلشوا تشرجوها للقطعه وين ما كنتوا. هاي هيك بالشالوب، سوري. وطبعا اخيرا القطعه اللي هي بعدها بالنايلون. معلش الرابح ما تزعل مني، بس بدي فرجيكم اياها. هاي هي المكنه، ما شاء الله تبارك الله، والله قطعه شيء حلو شيء مرتب. هاي فيكم تستعملوها مع البي سي، مشان اذا انتم كنتوا ليكو شايفين فيكم تعدلوها، فيكم تعملوها تنحط بالتينه اليمين، او اذا عملتوها هيك وبرمناها هيك بتنحط بالدين اليسار. هيدول اللي شفنا هون الغيارات تاعيتهم. وطبعا هاي اليو اس بي يلي بتركب بالبي سي مشان تعطيها بلوتوث، وهذا هو محل بتشكوها بالدوك. وطبعا هون الزر الاون والاوف، وهون زائد وناقص يمكن فوليوم. ما شاء الله تبارك الله، والله قطع حلوه. وهاي فيها كبسي هون كمان، اظن يمكن هاي اذا شبكتوها على التليفون اظن بتقدر تشتغل. موبرة هون شوي، على كل بلا طول تصير كتير. هيدي هي القطعة من بلانترونيك. ما شاء الله قطعة عن جد مرتبة، عن جد حلوة حلوة. وطبعا رابح منكم حتكون من نصيبه. من دون طول تصير، بالدسكريبشن تحت في تويت انا عاملها. اول شيء بدكم تكونوا عاملين لي فولو على تويتر اكونت تاعي يلي هو @dugantech كلمه واحده، موجوده كمان تحت. بتفوتوا على تويتر وبتعملوا ريتويت للتويت اللي موجوده بالديسكربشن او موجوده بالتويتر عندي. وطبعا انا من هون لعشر ايام بعلن ان شاء الله الرابح، بس انتبهوا الرابح بده يكون عامل لي كمان سبسكرايب على تشانل اليوتيوب. يعني اذا عامل لي فولو على تويتر لازم يكون كمان لي عامل سبسكرايب، كمان يكون عامل سبسكرايب على اليوتيوب شانل. شوفكن بعد 10 ايام مع اعلان الرابح مع هيدي القطعة الرائعة للبي سي واظن للجوال، مني اكيد هاي انتم بدكم تشوفوها بعدين. شوفكن مرة تانية يا شباب، وشكرا على الدعم وشكرا على المتابعة. ما تنسوا تعملوا شير عشان الفرصة تزيد. وفي جيفويز تانيين على فكرة، في عندي اوفيس 365، عندي كذا قطعة منهم، إن شاء الله بدي كمان أعمل عليهم giveaways وغيره وغيره من الأشياء. بس بلشنا قلنا بهاي، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شوفكم مرة تانية بحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.